بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صباح الخير يا استاذ يوسف. صباح الخير يا سعادة المدير. روح هات لي اياها. حاضر يا فندم. ميرفت تعالي يا ميرفت. صباح الخير. صباح النور. خير؟ مش عوايدك يعني انك تتأخر كده. خبطت واحد بالعربية. يا خبر؟ وحصل حاجة؟ كل اللي حصل كابوت العربية اتطبق. وهو؟ هو قام زي الحصان ومصمم انه يعمل لي محضر. عرضت عليه فلوس برضه مصمم يعمل محضر. اللي وريني بقى هيعمل ايه بالمحضر ده. الحمد لله انها جت سليمة. ولا سليمة ولا حاجة. الواحد ضيع له ساعتين كده على الفاضي. بس كويس انك جيت دلوقتي. ليه في حاجة؟ أصل المفروض بعد ساعة حضرتك تكون في المطار. الحداد بيبعت تيليكس بيقول إنه هيوصل النهاردة. كان المفروض يوصل بكرة. ده حتى بيقول إن الموظفين ما يمشوش، هيعمل اجتماع. يعني معنى كده إنه هيجي من المطار على الشركة. طب اسمعي، اطلبي لي بيت عبد الباقي بيه على التليفون عشان أبلغه. حصل يا فندم. برافو يا ميرفت. قولي لي متولي بيه في مكتبه؟ أيوه في مكتبه. طيب انا رايح له اي مكالمات حواليها لي على هناك. حاضر. محدش يروح النهارده. ايه الوزير جاي؟ ظريف قهوه يا لطفي. انا ما كنتش فاكر انك فكهه بالشكل ده. عبد الباقي بيه بعت تيليكس بيقول انه هيوصل النهارده، طالب انه يجتمع بكل موظفين الشركه. مفهوم يا لطفي؟ كلامي واضح يا طويل؟
صاحبك زودها حبتين قوي يا طويل. طول عمره مزودها. بأي حق؟ بحق إن الحداد مديله كل الصلاحيات. بس مش للدرجة دي. وأكتر، وبكرة تشوف. كده برضه يا عبد الباقي تخلي واحد من دور ولادنا يدينا أوامر. ده احنا اللي عاملينك يا عبد الباقي يا حداد. ما بلاش الكلام ده. الحيطان لهودان. الحداد رجع عشان فشل في مهمته. الحداد ما يعرفش معنى الفشل. الحداد انسان ممكن ينجح وممكن يفشل. ايوه بس الحداد مش انسان عادي. ولا انا عادي. ولا انت ايه رايك يا يوسف؟ مين يقدر يقول انك مش عادي يا عمنا؟ الحداد. ما اعتقدش. ليه؟ انكوا اصحاب. طب ما انا وانت اصحاب. انت شرف كبير ليه يا عمنا؟ تعرف يا يوسف في حاجه مهمه قوي من زمان عايز اقولها لك. هقولها لك دلوقتي. انت ذكي جدا. ده من بعد ما عندكم. ومجتهد جدا. تلميذك. وامتى بقى التلميذ هيتفوق على استاذه؟ لا لا مش ممكن يحصل. ليه؟ علشان انا يوسف شريف الموظف اللي في الشركه وسعادتك صاحب الشركه. فصعب قوي ان الموازين تتقلب. لولا اني عارفك كويس كنت قلت لك غير الاسلوب ده. لكن الظاهر ان الاسلوب ده هو اللي ماشي اليومين دول. طبعا منا بقى يسمح لي استاذن انا. ليه يعرف ايه؟ يا دوبك الحق ميعاد الطياره. هو انت اللي هتطلع المطار؟ اكيد طبعا. في حد غيرنا عارف انه جاي؟ مفيش غيرنا والبيت. اتفضل. هنزلك. سعيد. أوامرك ست الكل. أخبار البني إيه؟ غالي. هيغلى عليا؟ ما يغلاش عليك يا ست الكل. طب فنجان قهوة. عينيا. هيوصل بعد ساعة. بعد تيليكس بيقول كده. مش عارفة ده حتى طالب الموظفين كلهم عشان يجتمع بيهم. طيب طيب مع السلامة. صباح الخير يا قلبي. صباح النور يا حبيبتي. ايه اللي رجعك بدري كده؟ خلصت محاضراتي قلت ارجع. كويس حماتك بتحبك. طب مش هم عرفها الاول؟ مش مهم تعرفيها هي. المهم تعرفي ابنها. ده انت عايزه تكبري نفسك بقى. نفسي نفسي اجوزك وافرح بيكي انت واخوك. احنا لسه بدري علينا والبركه فيك انت وعريسك. اختش يا بنت. حد يكلم مامته حبيبته كده؟ ومين قال بقى انك مامتي؟ انت اختي الاموره الشيوكه اللي بموت فيها. طب قوم قوم يا بكاشه قول لعم عبدو عامل لنا النهارده فراخ وملوخيه. اشمعنى؟ عشان بابا جاي النهارده. حقيقي؟ بجد؟ ايوه بجد. مش قول صباح الخير الاول؟ صباح الخير الاول. ايه ما رحتش الكليه ليه؟ النهارده عندي بعد الظهر. طب كويس عشان نتغدى سوا. لا ماما عافيني انا عندي مذاكره. طب ويعني ايه تذاكر وتتغدى؟ هشرب الشاي معاكم واروح اذاكر عند اصحابي. معقوله؟ مين هيجيبهم من المطار؟ عادي زي كل مره. يوسف باي. الحمد لله على السلامه يا حداد بيه. الله يسلمك يا مربد. متشكر قوي يا بنتي. ايه بيطلبي لي البيت لو سمحتي؟ حاضر. الشركه نورت يا عبد الباقي بيه. الله يخليك يا محمد. وانت ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. ده انا كان ورايا جلسه كهرباء هم يستاذن من يوسف بيه امبارح لكن بقى مجيه سعادتك بالدنيا كلها. الله يخليك. الف الف حمد لله على السلامه. متشكر قوي. اهلا 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 يا حبيب بيه. اهلا اهلا. ازيك يا متولي؟ السلام. وحشتيني. ازيك حداد؟
طب اتفضلوا انتوا دلوقتي لغايه لما انت معايا. يلا يلا ملف. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه يا حداد. الله يخليك. ها سبع ولا ضبح؟ يعني على الاقل مش فار. ايوه اهلا يا سمير، ازيك يا حبيبتي؟ خضتني عليك يا عبد الباقي. ايوه بس مش عوايدك تطلع الشغل على طول. طب طمني ايه اللي حصل؟ لا انا الغلطان يا ستي، هو في اهم ولا اغلى منك في الدنيا؟ لا ابدا، اصل كان في شغل مهم فحبيت الحق الموظفين قبل ما يمشوا. لا الحمد لله. لا خير اطمني. وهو كذلك، لما اجي هفرحك باذن الله. طيب مع السلامه. بقول لك يا سميره، انا ما اكلتش في الطياره. طيب مع السلامة. مش خلاص كبرت على كلام الشباب ده بقى حداد، ولا عاوز تاخد زمانك وزمان غيرك؟ انا غير ولا ايه؟ الله، ما انت مش عايز تتجوز. المهم طمني ايه الاخبار؟ عندها الاستاذ لطفي. لازم تعرف يا يوسف بيه يا شريف ان مش لطفي ابو المحاسن اللي تبعت له الصايع عشان يجي لك مكتبك. اهلا اهلا يا لطفي، دورت المكتب. وما تنساش يا باش مهندس انك اول ما جيت الشركه كنت بتخبط على بابي كذا مره لحد ما اقول لك ادخل. من ادبي، مع انك نسيت تخبط قبل ما تدخل. وكنت بتقف قدامي لحد ما اخلص فنجان قهوتي وبعدين امضي لك الورق. من صبري. هات لي قهوه يا ابني. دلوقتي انا اللي بصبر وانا اللي بمضي منك الورق. كل واحد باجتهاده. لكن قول لي يا لطفي، ايه رايك؟ امضيتي حلوه؟ ربع قرن شغل مع الحداد. ويا ترى فيهم كام سنه اخلاص؟ اوزن كلامك يا يوسف، ما تنساش ان المدير المالي بتاع الشركه. لطفي يا ابو المحاس، ده انا يوسف شريف الغلبان. بس المفتح الشريف. ما تغلطش، انا ممكن اوقفك عند حدك لو غلطت. وانا بقى لا هوقفك ولا هقعدك في الشركه دي خالص طول ما انت بتعمل عمليات المستتره بتاعتك دي. عمليات؟ عمليات ايه؟ عمليات نفع واستنفع. جبت منين الورقه دي؟ مش شغلك. على مون دي شطاره مني. شطاره ولا سرقه؟ انا مش حرامي يا يوسف. انت بتاخد عموله من تجار التجزئه اللي بيتعاملوا معانا. انا ما بضرش الشركه ولا عبد الباقي ولا الفار. العموله دي باخدها من حصص التجار مش من الشركه. انا بلف وبتعب لغايه ما اخلص صفقه واكسب الشركه. اظن بقى ما فيش مانع ان انا اكسب انا كمان. يعني بتلعب على الحبلين غصب عني. كل اللي في الشركه عارفين ظروفي كويس والكوارث اللي مرت بيا. الشركة ما هياش ملجأ ولا جمعية خيرية، والكوارث بتاعتك دي مش مبرر للأسلوب ده، الغاية لا تبرر الوسيلة. ثم الحداد يا مساعدك. أنا ما بنكرش، لكن لا المهية ولا مساعدات الحداد كانت ممكن توقف الرعب اللي أنا فيه. كفاية إن شقتي اتحجز عليها وكانت هتتباع في يوم من الأيام في المزاد العلني وبيتي يتخرب. عيبي إني زي الحداد، إنسان وليا قلب. أنت بتتريق؟ لا يا لطفي أنا مش بتريق. أنا عارف ظروفك كويس، بس كان المفروض تجيلي قبل ما تعمل عملياتك اللي من تحت لتحت دي. مين بقى اللي يجي للتاني؟ اللي واقع في الكوارث. أنا قصدي أقول يعني مين اللي لازم يسمع كلام التاني ويمشيه؟ اللي بقى له 25 سنة. اسمع بقى، كفايه حكايه 25 سنه دي وربع قرن.
اسمع كلامي احسن لك. انا اكبر منك يا يوسف. وانا اصغر منك يا لطفي، بس كلامي انا بقى اللي يمشي. بتزلني؟ انا مش بزلك يا لطفي، انا كل اللي عايز اقوله لك ان انا الوحيد اللي عارف مصلحه الشركه اليومين دول، واليومين دول بالذات بتوعي انا، بتوع النظريات الحديثه والتكنولوجيا اللي ما كانتش على ايامك. اليومين دول بتوع يوسف شريف، يوسف بس. 20 مليون صفقه العمر اكيد. بس انا شايفك مش فرحان، يعني مش مصدق اللي يشوفك كده ما يقولش عليك مليونير، بتلعب بالملايين لعب. ايوه بس مش كل دول في صفقه واحده. ايه رايك بقى في اخوك الحداد؟ الف مبروك، اخيرا هيتحقق الحلم. ما خلاص بقى، ما بقاش حلم، هيبقى واقع باذن الله. بس المهم ما حدش يشم خبر وندخل في العطف اخر دقيقه. يا سلام، لو ابراهيم السويفي خد خبر بالحكايه دي هيروح فيها. لو كان هيدخل فيها. يوه، ده باني عليها كل اماله. هي بس العمليه دي اكبر من ابراهيم السويفي. ما هو مدخل طوب الارض شركه معاه، وكتب على نفسه كمبيالات ووصلات امانه عشان خطاب الضمان. الراجل ده غريب قوي، حاجه غريبه فعلا. ليه ما يعيش على قد حاله؟ ليه؟ احنا مالنا يا عم؟ على رايك احنا مالنا؟ خد اقرا الملف ده. ايه ده؟ ده احنا كده نبقى خسرانين. يا راجل بلاش طمع. طمع يا حداد، العمليه كده ما تجيبش همها. انا معاك ان الربح بسيط، بس العائد المادي مش كل حاجه، العائد الادبي مهم جدا. ادبي مين وبتنجم مين يابا؟ احنا بالطريقه دي متولي نبقى وصلنا السلعه لايد المستهلك الغلبان بسعر معقول، ونبقى بنرد جميل البلد اللي عشنا فيها وهنندفن فيها. نندفن مين يابا؟ انا لسه عايز اعيش واتمتع. وبعدين هما فين الناس الغلابه اللي بتقول عليهم دول؟ شوف انت، اقلها صنايعي ولا موظف عندك بياخد كام؟ الموظفين اللي عندي في الصناعيه بياخدوا مرتبات محترمه ومستريحين قوي، انما في ناس كتير مش لاقيه تاكل. هم يجوا ياكلوا على قفانا؟ ما احنا مش هنديها لهم مجانا، دول هيدفعوا ثمنها واكتر شويه كمان. وليه شويه؟ ليه ما يكونش شويتين ثلاثه؟ متولي انت عارف ان مبدا الاستغلال عندي مرفوض. استغلال مين يا حداد؟ ده مش استغلال، ده دي تجاره، والتجاره شطاره. شطاره مش افترة. افترة اللي بتعمله ده اسمه هبل. هبل عشان هامش ربحها بسيط، هي 10% شويه يا راجل. ياه كتير قوي قوي، جاي على نفسك كده ليه يا راجل؟ ايه بتتريق حضرتك؟ ما احنا لو كسبنا 10% بس الناس هتفتكر البضاعه دي مضروبه ولا مسروقه، ومحدش هيصدق انك مصلح اجتماعي، وبكده هنخسر فلوسنا وتخسر انت الناس الغلابه بتوعك. الناس الغلابه دول مش بتوعي، دول اهلي واهلك. تكونش ناوي ترشح نفسك في الانتخابات؟ متولي يا فار، ده قراري. ومن امتى حد فينا بيقرر لوحده؟ طيب ممكن نقعد ونتكلم في الموضوع ده؟ مفيش اي كلام بيني وبينك قبل ما تعقل وتفهم الصح فين والغلط اللي انت ناوي تعمله ده فين. صباح الخير. ايه ده يا نجوى؟ ساعة مستنيكي؟ الساعة دي قضيتها على محطة الأتوبيس، أنا ما عنديش عربية زي سيادتك. بقى نجوى بنت لطفي أبو المحاسن المدير المالي لشركة الحداد، وما يكونش عندكم عربية؟ المسألة دي بقى تسأل فيها والدك اللي معيشنا من خيره. بس أنا ما أحبش تأخر عليا بعد كده. عن إذنك. على فين؟ أنت عارف كويس إني مش بحب الأسلوب ده. أنت مش هتبطل عصبيتك دي؟ اتفضلي اقعدي. ادخل.
حضرتك مشغول؟ خير يا ميرب. ابدا، اصلي لاحظت ان حضرتك خرجت من مكتب الحداد بيه متضايق شويه. لا ابدا مفيش حاجه. طب الحمد لله، ده انا افتكرت انكم زعلتوا مع بعض. انا عمري ما زعل من الحداد ابدا. امال ايه حكايه الاجتماع ده؟ ده يظهر انه كان عايز يطمن على احوال الشركه. واطمن؟ ايوه. طب امال يعني كان مجتمع بينا ليه بقى؟ هو تحقيق يا ميربت. لا ابدا يا فندم، انا بس كنت عايز اسال عشان اعرف امشي الموظفين ولا اخليهم. خليهم يروحوا يا ستي. اي اسئله تانيه؟ لا يا فندم. اتفضلي ميربت. ايوه يا فندم. خليهم يبعتوا لي 5-6 قهوه ساده عشاني كلهم، هشربهم كلهم ورا بعض. طيب يا فندم. سعيد. ايوه يا فندم. اعمل 5 قهوه ساده للفار بيه. حاضر يا فندم. الو، ازاي نتخانقوا مع بعض؟ الفار على اخره، مش عارفه ده طلب يشرب 5 قهوه ساده لوحده. لا الحداد لسه في المكتب. طيب مع السلامه. ولا يهمك يا حداد بيه. مانيش ازاي يا يوسف، صفقه العمر، عارف يعني ايه صفقه العمر؟ طيب مش ممكن نقربها شويه؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني ان نزود هامش الربح اللي يخلي متولي بيه وافق. انا عارف وجهه نظر متولي كويس قوي، وعايز يكسب في البضاعه دي 200%. طب وحضرتك؟ 10%. مش قليل. يوسف يا ابني، احنا خدنا كتير كتير قوي، اظن جه الوقت اللي لازم ندي فيه بقى. ايوه يا فندم، بس المسافة بينكم كده بقت واسعة. هو ده اللي مخوفني. عبد الباقي بيه الحداد يخاف. عبد الباقي الحداد انسان اولا واخيرا. ايوه بس انسان مش عادي. مفيش انسان عادي، انسان مش عادي. يا فندم اللي بيفكر بتفكير سعادتك في الزمن اللي احنا فيه ده يبقى اكيد انسان مش عادي. الزمن ملوش ذنب في اللي بيحصل واللي هيحصل. احنا اللي بندمر كل شيء جميل ونتلكك بالزمن. وتقول لي انسان عادي؟ بعدين يا يوسف هنعمل. طب سعادتك تسمح لي اتدخل؟ هتعمل ايه؟ هكلم متولي بيه. روح له، حاول معاه. لا بعد اذن سعادتك مش دلوقتي. اشمعنى؟ حضرتك عارف ان متولي بيه شكاك، وعارف انا بحبك قد ايه، فاكيد هيقول ان انا هاخد صفك عشان بحبك وخلاص. ايوه بس مش للدرجه دي. واكتر يا فندم، متولي بيه فاكر ان ولائي لشخصك مش للشركه. اشمعنى يعني؟ هو فاكر كده، عارف ان حضرتك ليك معزه خاصه عندي. ايوه بس ايه اللي يمنع؟ ما هو ده لمصلحه الشركه برضه. ايوه يا فندم، هم الشركاء اختلفوا، هو متاكد دلوقتي ان انا هاخد صف سعادتك. طب والعمل دلوقتي يا يوسف؟ انا هتصرف يا فندم، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. اقدر اعتمد عليك؟ ان شاء الله هكون عند حسن ظنك. طب انا مروح دلوقتي، لو في حاجه بتصل بيه في البيت. حاضر يا فندم. استاذ لطفي لو سمحت ممكن تيجي مكتبي شويه؟ ها فكرت في ايه؟ في اللي قلت لك عليه. انت قلت لي على حاجه
ياه، معقولة أكون نسيت؟ معلش معذور، ما أنت سيادتك مشاغلك كتيرة. على رأيك يا لطفي، الواحد اليومين دول الشغل كله على كتافه، وفي الآخر المهية. مع إني أعرف ناس كتير بتاخد عمولة وهي قاعدة على مكاتبها. مش غريبة دي يا لطفي؟ كل واحد بياخد نصيبه. أيوة، بس اللي ياكل لوحده ويزور. قصدك إيه؟ قصدي يعني إن المفروض الواحد يشوف أصحابه وحبايبه. أنت عايز إيه يا يوسف؟ كده تبقى القسمة صح. انت عايز تقسم معايا؟ وطي صوتك يا لطفي، وطي صوتك لحد يسمعك. الحداد بيه ولا متولي بيه بيطير فيها رقاب. انت بتهددني؟ كلك نظر يا ابو اللطف. وبعدين هاتي اعصابك اللي خليها باثر رجعي. الناس دي عايشة صح قوي. ازاي؟ يعني يا بنتي كل حاجة عندهم مدروسة، مش جهجهوني كده. عشان كده هم وصلوا بقوا حاجة، واحنا محلك سر. بس أكيد برضه عندهم مشاكل. طبعًا عندهم مشاكل، ومشاكل اجتماعية بالدرجة الأولى. أمثلة؟ يعني ما تلاقيش عندهم الترابط الاجتماعي بتاعنا ده، ما تلاقيش عندهم أسرة قاعدة مع بعضها في اللمة الحلوة زي بتاعتنا دي. كل واحد هناك عايش لحاله. يعني البنت لما تكبر مثلا تبص تلاقيها تسيب بيتها وتعيش لوحدها. طب الحمد لله ان احنا ما عندناش العادات دي هنا، ده احنا عندنا ازمه اسكان. امال لو كل واحد قعد لوحده بقى. اللي انا لاحظته كمان يا سهير، اللي لقيت مصريين هناك بيشتغلوا ومحتلين مراكز كبيره، واللي هيشتغلوا انهم سايبين بلدهم وبيشتغلوا مع الاجانب. حبيبي على السلامه يا بابا. ازيك يا وحش؟ كده برضه؟ طبعا وحش. ازاي يا واد ما تجيش تسلم عليا وانا بقالي اسبوعين مش بتاكل؟ شفت؟ جالك كلامي؟ عندي محاضرات يا بابا، ولا حضرتك عايزني اسقط؟ لا الا دي عمل معروف. قول لي يا بابا، جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ طبعا يا سيدي، فوق في الشنط. يا سلام لو كل الابهات زيك يا عبد. كان كل الاولاد باظوا زيك يا ابن عمر. الحمد لله اللي اطمنت عليك. اقوم انا استريح بقى احسن، بقالي اسبوعين عينيا ما شافتش فيهم النوم. يا عيني، وجاي تغني علينا يا عبد؟ جرالك ايه؟ انت خدت عليا كده ليه؟ اللي اقول لي يا عبد، اخبار الشغل ايه؟ اوعى تكون خيبت ظن فيك. لا ما تخافش يا معلم، ده انا طالع لك. تعجبني؟ لا مش بس عجبك، ده انا عجب ابوك. يعني العمليه دي هنطلع منها بهبره كبيره؟ الواد ده بيجيب الالفاظ دي منين؟ من مرسى يا حلاوه. كده اهو. طب اسمع بقى بالي. نعم يا معلمي. اشوف وشك بخير. هتجيب اسمع. استنى خدني معاك يا عبد. ميرفت يلا حبيبتي عشان نتعشى، العشاء جاهز. خلاص يا ماما، خمس دقايق وهاجي على طول. انا نفسي بقى افهم ايه اللي بتكتبيه ده يا بنتي. انت مش شغلك بالنهار وبس يا ماما؟ شغل النهار ده بتاع الشركه، انما ده شغلي انا. يا سلام، وشغلك ايه ده بقى ان شاء الله؟ لا بقى يا ست ماما، دي اسرار كده على ماما. لا مش للدرجه دي. دي بقى يا ستي مذكرات. مذكرات؟ وليه بقى ان شاء الله المذكرات دي اللي كل يوم تقعدي تكتبي فيها ساعتين بعد الشغل؟ انا كده بلخص كل اللي بيحصل في الشركه. ليه؟ هيمتحنوكي في اخر السنه؟ لو انتي الصادقه ده انا اللي همتحنه. القعده باينه عليها اخر مزاج. ولسه هتحلو. السهره عند مين الليله؟ عندك طبعا يا سيدي. اشمعنى؟ بمناسبه رجوع والدك من السفر. ماشي يا صفط. ايه ده يا جدعان؟ ده وافق بسهوله قوي. اصل بيني وبينكم والدي عمل صفقه، انما ايه؟ سقعه قوي. يبقى احنا بقى النهارده وقعنا وسامي الحداد استلقانا.
ربنا يخلي لك ابوك يا عم سامي. بقول لك ايه يا سمسم، انا عايز اعرف انت بتتعلم ليه؟ هتاخد ايه من الشهاده؟ اهي عقد. طب يلا بينا بقى يا رجاله قبل ما سامي باشا يرجع في كلامه. يلا بينا. ايه استنوا بس لما ادي خبر لابويا. قصدك يا حبيبي هتاخد الاذن من بابا؟ لا يا ضناي، انا رايح اديله مفاتيح العربيه عشان جايين مع بعض. انا زعلانه منك يا ابراهيم. لا الدواء بتاخده في مواعيده، لا التمرينات الرياضيه اللي قالك عليها الدكتور بتنفذها. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك قاعد هنا يا بابا ومش دريان باللي بيحصل. ايه اللي حصل يا صفا؟ انا لسه كنت مع سامي الحداد من شويه وفهمت من كلامه ان ابوه اتفق على صفقه كبيره قوي. هو الحداد بيسافر كتير، انما صفقه ايه؟ انا المعلومات اللي عندي واللي تهمني انه سحب مستندات العمليه بتاعت المواد الغذائيه، انما لا قدم ولا سال، ده حتى خطاب الضمان ما قدموش. انا ما اعرفش اكتر من كده. وبعدين جايز السفريه بتاعته متعلقه بالصفقه دي او بغيرها. لا لا مش ممكن يا صفقة. صفقه ايه؟ لا لا لا، ده فتح المصاريف بعد يومين. ما هو اليومين دول يعملوا كتير قوي يا بابا. ها؟ لا لا مش ممكن. مش طب الاهم من ده كله، هيحل مشكله التمويل ازاي؟ طب ده احنا داخلين فيها مجموعه كبيره قوي من التجار. هو صحيح الحداد حجمه كبير وسمعته كويسه في البنوك، بس الصفقه دي اكبر من الحداد بكتير قوي. انا خايف يكون الحداد اكبر من الصفقه واكبر مننا كلنا. يعني ايه؟ معقول الحداد هيعملها فيها تاني؟ تاني؟ طبعا يا حنان، مش الحداد ده اللي كسرني في السوق من 7 سنين؟ كسرني كسره لو حصلت لواحد تاني كان انتهى من زمان، وانا طول السنين اللي فاتت دي بحفر في الصخر عشان اقف على رجليا تاني، اقوم لما اقرب من بر الامان راجع يقف قصادي تاني. ابراهيم الانفعال ده مش كويس عشان صحتك. الصحة مال وحب يا حنان، ولا انت عاوز تصدق كلام الدكاترة؟ المهم تفتح عينيك كويس يا بابا. عندك حق يا صفوت، لازم افتح عينيا. هي مرة واحدة يا حداد اللي غلبتني فيها، ولا يمكن لا يمكن هسمح لك تكررها تاني معايا مهما كان التمن. حبيبي سرحان في ايه؟ مفيش اجمل واحلى من بيت الانسان. صدقيني عمري ما بستريح الا هنا. يا حبيبي يا حداد، ربنا ما يحرمني منك ابدا. لو متولي الفار لما يحسدني البنت والولد واجمل ست في الدنيا. اهو ده بقى اللي بيخوفني. كلامك حلو قوي وعليك قاموس كلمات يخبل، وبتسافر بره كتير قوي. يا خوفي بقى في مره من المرات تقابل بنت حلوه من اللي بتشوفهم بره وتقول لها الكلام الحلو ده. اصل الرجاله في سنك يعني. تاكدي ان انا مش ممكن الاقي لا اجمل ولا اطعم منك. ده انت رحله حبي وكفاحي. ده انا قعدت اجمع في مهرك 4 سنين بحالهم. كان اكبر واغلى مهر. كانت ايام حلوه ومره، يوم في العالي ويوم في الواطي، بس كل يوم كنت معايا. بس يا خساره دلوقتي شغلك اخدك مني خالص. ما انت اللي بتقولي اسعى واسعى عشان تكبر وتكبر. خايفه عليك من الديابه، خايفه عليك من الناس اللي قلوبها مليانه حقد وكراهيه. الناس دلوقتي خلاص كل واحد بيقول يا رب نفسي. ليه بتقولي الكلام ده دلوقتي؟ يعني اذا كنت انت ومتولي الفار اللي اسمكوا اصحاب وشركه اتخانقتوا، ما بالك بالغرب؟ صح، دايما كلامك صح يا سميره. مين؟ أنا يوسف.
ايه ده عمال؟ ايه التحصينات دي كلها؟ ده اللي يشوف كده يقول ولا خزنة البنك المركزي. احنا في زمن وحش يا يوسف، والاحتياط واجب يا ابني. انا اسف سكت، جيت لك من غير معاد. ده انا كنت داخل انام. تنام؟ تنام ايه ده؟ الساعة لسه 10. 10 10. وانا هعمل ايه يا ابني؟ قرايه ماليش فيها، التلفزيون بيتعب عينيا، وبعدين الواحد بيرجع مهدود من الشغل، ولا كنتش فاكر انكم انتوا بس اللي بتتعبوا في الشغل؟ وكمان بقى الصحه والسن حكم الزمن يا يوسف. لا ما تقولش كده، ما تقولش كده يا راجل، ده انت لسه شباب. شباب مين بقى يا ابني؟ يلا حسن الختام. لا يا عمنا، ربنا يديك طولة العمر. بس ممكن اسألك سؤال؟ انت ما بتزهقش يعني انك تقعد لوحدك هنا في البيت؟ وبعدين يعني مين اللي بيخدمك؟ اهو في واحدة ست قرشانة بتيجي تقضي لي الحاجة، بتنفض الشقة وتغسل لي هدمتي وتعمل لي لقمة كلها، بس بقى ما وراهاش غير الرغي وسيرة الناس، وكل مرة تيجي تطلب زيادة. أعوذ بالله على العالم دي، الناس دي فاكرة إن الحكاية ياما هنا ياما هناك. الناس ما عندهاش دم حقيقي. هنقول إيه بقى؟ تشرب حاجة؟ لا هو بس سيادتك تأمر لنا إن أنا أقوم يعني أفتح المروحة علشان الجو النهاردة حر. مروحة إيه يا ابني؟ لا المروحة دي تضر صحة اللي زي حالاتي وأنا مش ناقص. تعال تعال إذا كان ولابد أهو في شباك أهو، اقعد. أيوة بس الجو أصله النهاردة كتمة ورطوب عالية. معلش أنا متأسف قوي، ما عنديش في تلاجتي حاجة ساقعة، كنت فتحتها لك. بس في بن وفي شاي وخير ربنا كتير، بس أخ الظاهر إن السكر خالص. طب بقول لك إيه، تشرب قهوة سادة؟ ما هنعرف إن الناس المفكرين والعباقرة واللي بيشتغلوا بمخهم زي حالتك كده بيشربوها سادة، مش كده؟ لا الناس اللي زي حالاتي ما بيشربوهاش خالص، أحسن برضو. والله عين العقل. أهلا أهلا يا يوسف، منور. أهلا بيك. بس على فكرة كان حقك تبدر شوية، عشان كنت تبعت الشغالة تشتري لك حاجة ساعة من برا قبل ما تروح. ده أنا كويس إن أنا شفت سيادتك. أهلا وسهلا. ويا ترى أنت جاي للساعة 10 مساء عشان تعاين حالتي وتشوف عيشتي، ولا في حاجة؟ وحصل حاجة يا يوسف؟ لا لا أبدا أبدا، أنا بس قلت أجي أطمن على سيادتك. يا ولد بصراحة متولي بيه، أنا شفتك النهاردة خارج من مكتب الحداد بيه ومزاجك كده يعني ما كانش ولا بد. لا والله فيك الخير يا حداد بيه، هو اللي بعتك. ده اسمه كلام برضو عمنا، أنا راجل بفهم في الأصول. وما تنساش إن احنا لحم كتافنا كله من خيركم انتوا الاتنين، انتوا اللي كبرتوا الشركة وكبرتونا معاكم، عشان كده بيحس في قلبي إن أنا أشوفكم انتوا الاتنين مختلفين مع بعض. احنا دايما بنختلف، أصل هو ساعات يتعالى عليا ويحب يعمل أبو العريف وقدام الناس اللي بتبقى قاعدين، ويحاول يفهمهم إنه بيفهم في الشغل أكتر مني وبيفهم في كل حاجة في الدنيا، مع إن إحنا في كار الاستيراد والتصدير ده أباً عن جد من زمان قوي، من أيام ما كان التصدير ده حاجة جديدة خالص، مش زي اليومين دول كل من هب ودب وعنده دكان متر في متر عامل لي نفسه ابو علي، ويمشي يقول يا ارض تهدي ما عليك يأدي. هنعمل ايه يا ابني يا يوسف في زمن الحداد اللي احنا عايشين فيه ده؟ هيا بتولي بيه، بس انتوا طول عمركم اخوات، والضفر ما يطلعش من اللحم، والمركب اللي فيها رئيسين بتغرق، عشان كده المفروض انتوا الاتنين تتفقوا على رأي واحد. يسمع كلامي، أنا اللي يجي عليا ما يكسبش،
انا عارف كلهم بيقولوا عليا ايه، بيقولوا ان انا بحب الفلوس، وهو ده عيب ان انا راجل واضح وصريح. طب قول لي انت، في التجارة دي ولا في الكار اللي احنا فيه ده ولا في اي حاجة في الدنيا، في حد ما بيحبش الفلوس؟ الفلوس دي نعمة من عند ربنا، واللي ما يعرفش قيمتها ويحافظ عليها تزول من ايده. كلامك كله صح يا عمنا، بس برضو الحداد بيه مش غلطان، الانسان صنيعة المجتمع اللي هو عايش فيه، الناس والارض دي. يا اخوي انا مش مثالي، انا راجل واقعي، هو اللي مثالي وعاوز كل الناس اللي حواليه يبقوا زيه، حتى اقرب الناس ليه شريكه. بصراحة كده انا شايف ان مصلحة الشركة انكم تطرحوا البضاعة بالسعر اللي قال عليه الحداد بيه. ليه؟ احنا اتجننا؟ بالعكس، ده عين العقل. هقولك ازاي، الوزارة هتطرح الممارسة وسيادتك سيد العارفين هتجدد مدة العقد وسريانه زي الشروط ما بتقول على اساس هامش الربح، والحداد بيه ثبت الاسعار لمدة 3 سنين، يعني بالطريقة دي حجم العملية هيزيد بطول المدة. 3 سنين ولا 10 سنين؟ ما هو اللي نقدر نكسبه في سنة بالساهل احسن ما نقعد نستنى 3 سنين. هيا بس مصلحة الشركة ومصلحة الناس برضو. محامي الحداد حضرتك بقى ولا محامي الناس؟ انا بدافع عنكم انتوا الاثنين وعن العلاقة اللي بينكم وعن الشركة في نفس الوقت. ده مش كلامك انت، ده كلام الحداد. انا بحاول اقنعك ان كلام الحداد بيه صح. لا مش صح، الحداد ده بتاع منظرة. يعني مفيش فايدة؟ على العموم من هنا لبكرة لبعد بكرة معاد الممارسة يمكن حد مننا يتنازل. بقولك ايه، ما تقوم بقى، قوم روح بقى عشان انا عايز انام. طيب حاضر، استأذن انا بقى. يوسف تحت امرك. ما تنساش تبقى تعزمني على حفلة خطوبتك على بنت الحداد عشان تكمل فرحتي. كلام ايه اللي انت بتقوله ده متولي بيه؟ يا ابني انا ما اقصدش اي حاجة، انا بقول يعني مصلحتك انت، انت اصلك تعب نفسك وهالك نفسك معاه، يبقى لازم ينوبك من الحب جانب. وبعدين يعني الحداد برضو مصلحته انه يأمن مستقبل بنته بجوازة محترمة زي دي. يا متولي بيه انا عمري ما كنت انسان وصولي، انا من يوم ما اشتغلت في الشركة دي وانا بهلك نفسي وصحتي عشان اريح ضميري، انا جايز فعلا يمكن لغاية دلوقتي لسه ما فكرتش في نفسي. ما هو انا قصدي كده يا ابني. وهو الحداد ده كان ايه؟ ما هو حداد ابن حداد، قصدي يعني انه عصامي وكون نفسه. انما انت طبعا احسن، على الاقل معاك شهادة عالية. على كل حال الجواز ده اسمه نصيب. وهو حد قال لا؟ متولي بيه ارجوك، انا مش عايز اخرج من هنا وانا حاسس ان انا فشلت في المهمة اللي انا جاي عشانها. انا بحبكم انتوا الاثنين وبعزكم انتوا الاثنين وعايز اكبر في نظركم انتوا الاثنين، فارجوك حاولوا انكم انتوا توصلوا لاتفاق. هقول لك ايه يا ابني، ربنا يهيم فيه الخير. يعني اطمن؟ اطمن يا سيدي. طيب تصبح على خير. وانت من اهل انت لسه ما نمتش يا بابا؟ وبعدين معاك من ساعه ما رجعت من الشغل ومزاجك مش كويس، مع اني سمعت ان عمي الحداد رجع من السفر والدنيا مستعامل عامل فرحه. الدنيا دنيتهم يا بنتي، انا ايش اكون؟ ازاي يا بابا، ده انت المدير المالي بتاع الشركه وقضيت عمرك كله في خدمه عمي الحداد. قولي ضيعت زهره شبابي والنتيجه اني بقيت ملطشه. كل ده عشان سوء تفاهم بينك وبين يوسف شريف؟ انا مش فاهمه انت ساكت عليه ليه؟ ليه ما تشتكوش لعمي الحداد؟ عبد الباقي فاهم ان يوسف اخلص انسان ليه. الايام هي اللي هتثبت مين فيكم اللي مخلص. انا والحداد كنا زملاء في المدرسه وفي الجامعه، انا كملت تجاره وهو ظروفه ما سمحتش. يا ريتني ما كنت اتعلمت، على الاقل ما كنتش وصلت اني ابقى موظف في شركة الحداد. لكن هو بيحبك يا باب. المشكلة فيا انا، مش عارف ازاي اوصل له.
بعد العمر ده كله مش عارف توصله. وانا في دي ايه اعمله وما عملتوش؟ كل ما اقول ان حفوق وخلاص حقف على رجليا الاقي كارثة جديدة نزلت فوق دماغي وهدت كياني. من يوم امك اخوكي ما ماتوا في حادثة العربية وانا حاسس اني بقيت ضايع في الدنيا. ايه اللي بس فكرك بالسيرة دي يا بابا؟ ساعتها كنت قاعد في الشركة بخلص شغل مستعجل، المناقصة اللي عملت عبد الباقي الحداد، والراجل كتر خيره اداني 3 شهور مكافأة و3 شهور مصاريف الجنازة. يا بابا شيل من دماغك الأفكار الوحشة دي، الدنيا مليانة خير. انت الأمل الوحيد اللي أنا عايش عشانه يا نجوى. سامحيني يا بنتي، سامحيني إذا كنت فضفضت باللي جوايا، وربنا كمان يسامحني لأنه ضعف إيمان. لكن أنا إنسان والإنسان ضعيف. بكرة يا بابا هاخد الشهادة وريحك، تساوي معاشك والفلوس اللي تطلع لك تعمل بيها أي مشروع. مشروع في الزمان ده، زمن الحداد والفار.